مساء الخير. شيدت إسرائيل قبة حديدية باتصالاتها السياسية على جانبي الحدود مع لبنان ومصر قبل أن تفرغ حمولتها النارية على أهل وقيادات القطاع بأطفالهم ونسائهم. فمع عملية الفجر التسللية كانت إسرائيل تجري اتصالات مع قيادة اليونيفيل في جنوب لبنان لمنع إطلاق الصواريخ من أرض الجنوب، وأخرى مع المسؤولين المصريين لمنع التصعيد مع غزة. وب170 غارة في 90 دقيقة كان العدو يجهز على قيادات في الجهاد ويختبئ خلف سواد الليل المبلل بدماء أطفال سرقوا من أحلامهم مباشرة إلى برادات الموتى. لم يكن أي من الفصائل الفلسطينية قد أعلنت الجهاد، ولم تأتي اغتيالات غزة ردا على عملية فلسطينية، إنما جاءت على صورة العدو ومنهجية الاغتيالات المنظمة والمباغتة والتي تسرق السهم الواقي لتضربه في بيوت تقول إنها تشكل أهدافا. بدأ نهار إسرائيل ب13 شهيدا ولم ينتهي مساء ب15، وبترسانة من التهديدات التي أطلقها رئيس فاشل كاد أن يسقط بضربة تظاهرات طوقت حكومته. هذا الفشل عوضه بنيامين نتنياهو من بوابات القطاع وهدد بأنه مستمر بالتصفيات، وهو إذ حيد حماس قال إننا مستعدون لخوض معركة متعددة الجبهات، فيما أعلن وزير طاقته أنها إذا انضمت حماس إلى المعركة فسوف نضع السنوار والضيف على قائمة الاغتيالات. لكن هذه التهديدات وتحديدا على الجبهة اللبنانية ستصطدم بقبة من نوع آخر تخشاها إسرائيل وتتجنب فتح أجوائها. وهذا المستجد الغزاوي التصعيدي والمفتوح على حدود لبنانية سيتناوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة، ويمكن للكلمة أن تفتح أيضا على جبهات رئاسية تعقب استقرار الوضع العربي والاستعداد لقمة جدة. ومع إتمام فعاليات القمة ومستويات حضورها وما سبقها من تسويات وتخفيض عوامل التصعيد والمصالحة مع سوريا وقبلها الاتفاق الإيراني السعودي، تكون المملكة العربية السعودية قد بلغت مرحلة صفر مشاكل. تلك المعادلة التي اتبعتها تركيا وانتهت بها إلى صراعات مع كل دول المنطقة. أما الرياض فقد طبقتها بدقة وبخيوط دبلوماسية عالية، وهي اليوم تحصد نتاج هذه الصفر الإيجابي. وانعكاسات هذه السياسة على لبنان جاءت أيضا بصفر مشاكل رئاسية يسير بها السفير السعودي وليد البخاري الذي يترك الخيارات للبنانيين معربا عن ثقته بهم في التغيير نحو غد أفضل. ورئاسيا أعلن حزب الله عبر النائب حسن فضل الله عن مروحة اتصالات يقوم بها الحزب لتأمين الأرضية لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما قال نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم إن أملنا زاد لانتخاب من اخترناه رئيسا، ويبدو أن اسم سليمان فرنجية يستمر صعودا لا سيما بعد تبيان ضغط روسي واتصالات بين موسكو والرياض حول هذا الاسم كما تؤكد معلومات الجديد، وهي اتصالات افتتحت وافتتحت الترشيح سابقا لكنها استمرت في دعمها لرئيس تيار المردة. ويستثمر العاملون على خطوط بن الشعيف المعطى السعودي الذي رفع الفيتو عن أي اسم، وينتظر أن تتكشف العلامات الرئاسية من قمة جدة التي سيحضرها الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا رئاسة الجمهورية. وتسبق القمة آليات سوف يتخذها ميقاتي في أزمة النزوح السوري، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية لزيارة دمشق، وهي اللجنة التي سوف تستكمل معطياتها مع مفوضية اللاجئين بعد أن تحصل منها على داتا النازحين بحلول الأيام المقبلة.